واسم النبي حارسها قاعدة في البيت مش كده؟ ايوه. وقبل كده كانت في المدارس طبعا. كانت في مدرسة الثقافة النسوية. حلوة قوي مدرسة السنية دي. لا مش السنية، الثقافة النسوية. الثقافة النسوية، الثقافة النسوية. خلاص حفظتها. بنتي شريفة. اهلا وسهلا يا ارض، احفظي يا ارض صوني يا اختي عليها، اسم النبي حارسها. تعالي في حضني يا حبيبتي، تعالي. امك اللي هي خالتي خدت العروسة في حضنها. كويس. ازيك يا روحي؟ ده اديني بوسة. بسعد لما قال الله. مسك وعنبر يا حبيبتي، مسك وعنبر. تعالي اقعدي جنبي، تعالي. اسم النبي حارسك وصينك يا اختي عليها يا اختي. حلوة قوي بنتي، حلوة قوي. الله. مسكتها من. لا لا لا، دي حاجة مفقوسة خالص. ايه مفقوسة خالص؟ ده مسكتها من. من ايه؟ ما تتكلم. ما اقدرش. ليه؟ الرقابة. القماش ده حلو، جبتيه بكام؟ عاجبك القماش ده يا استاذ محسن؟ قوي قوي والنبي قوي. اتفضل. لا يا اختي كتر خيرك، القهوه تقيله على المعده والدكتور منبه عليا ما اكلش الا مسلوق في مسلوق، عشان كده تلقيني جايبه شويه جوز على شويه لوز على شويه بندق عشان ازقزهم. خدي يا حبيبتي اكسري لي اللوزه دي. الله، رايحه فين؟ اجيب الكساره. كساره؟ على ايه كساره؟ دي لوزه واحده، اكسريها باسنانك اللي زي اللولي. الله، اسم الله يا اختي، اسم الله. كسري لطنط واحده كمان. لا يا اختي كفايه كده. على الناحيه التانيه. معاكي حق، خدي يا اختي على الناحيه التانيه. الله والحرص. الله. صلاة النبي احسن. الله، انت عامله حاجه بتخين وحاجه برفيع ولا ايه؟ ازاي يا طنط؟ دول كام؟ دول سبعين يا طنط. يمكن بقى الحاجب التاني. اظن الحاجبين قد بعض يا استاذ محسن. يمكن يا اختي، بس انا مش واخده بالي. دي احلى حاجه في شريف عينيها، ربنا ينورهم لها كمان وكمان. اسم الله، شعرك حلو قوي. قولي لي يا حبيبتي، انت بتعملي شعرك بايدك ولا ايه؟ طبعا يا طنط. اصلي يا اختي الايام دي نوبة يطولوه ونوبة يقصروه ونوبة يشدوه. امك شدتها من شعرها. شدت مين؟ العروسة. ايه؟ بتشوف شعرها عيرة ولا لا؟ يا اخي مش فاهم ايه لازم ده كله. امك بتضحك؟ شافت شعرها انه جامد؟ ام العروسة زعلانة شوية. ياه النبي لا مؤاخذة يا بنتي، معلش ضهري واجعني مش قادرة ألم معاكي. هاتي يا عينيا هاتي. اسم النبي حرصك وصينك يا اختي عليها، سنها ضاحك. حلوة حلوة.